استقبل الرئيس السيسي اليوم سوما تشاكر بارتي رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ده كان على هامش مؤتمر إفريقيا للاستثمار 2019 في العاصمة الإدارية الجديدة. الرئيس أكد خلال اللقاء تقدير مصر للتعاون المشترك القائم مع البنك الأوروبي من خلال مساهمة البنك في تمويل العديد من المشروعات التنموية. أعرب الرئيس عن تطلعه لتعاون البنك الأوروبي في عدد من المجالات، خاصة مجالات تمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات معالجة وتحلية المياه. اللقاء ده تطرق لمناقشة تعزيز التعاون مع البنك الأوروبي في أفريقيا، وده في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي وجهود تدعيم مجالات التعاون الاقتصادي والسياسي والتنموي على مستوى القارة بالكامل. أشاد رئيس البنك الأوروبي بنجاح مصر في تنفيذ البرنامج الخاص بها الطموح للإصلاح الاقتصادي. هذا البرنامج اللي ساهم في التعافي للاقتصاد المصري وفي ارتفاع معدلات النمو وفي تعظيم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، الأمر الذي يعتبر نموذجا يحتذى به لباقي الدول الإفريقية بالكامل.